Like that, a little bit of that. When I met Hala and her family in 2014, they had arrived in Lebanon without parents, as refugees. ما حسينا ونحنا بعيد عن أمي كتير بعيد بالساحل وأمي بالطابق فوق. أنا بخاف. ما حسينا منه أنا البيت وقع على أمي نحنا. 1 year later, I'm back with my daughter Shiloh to see how life has been. So how have you been? Are you drawing? Hala and her family are 8 of more than 60 million people displaced in the world today. إذا نطيح في شحارة أسوي نطيش البنت شيء يلا. Children like Hala make up half of the 1.2 million Syrian refugees in Lebanon. With little hope of returning home, life must go on. Hala's 17-year-old brother Nimer has just become a father. He and his wife Fatima head this makeshift family. 2 teenagers brought together by war. والله جابت كثير يعني. أنا بنفسي يعني تيجي بنت لأسميها على اسم أمي وخلاص مشان إخواتي يعني مو مشان حدا. يعني مثل بسرعة بقتلنا بأول نمر مثلا ما بنقدر نعيشن هيك ومدري شلون وما بنقدر هيك وحاج حميدة. His first daughter, born as a refugee, unaware of the challenges that surround her. إن شاء الله تتحمل البرد والجوع والتعثير اللي هي فيه. بس أول ما إجت توترت شوي وتلبكت وأنا صار عندي كان عندي مسؤولية وصار عندي مسؤولية أكثر. 8 أشخاص برقبتي هاي. ما بعرف حالي شو بدي أعمل. يعني بدي طعميهم ولا بدي أحكمهم ولا بدي أدير بالي عليهم ولا بدي أقعد عندهم مثل البي وأمهم ولا بدي أروح أشتغلهم وأقدم لهم. ما بعرف حالي شو بدي أعمل الصراحة يعني. إيه ما سويت أبدون. نقص من المي كثير. يعني لما بتذكر الحكي هذا اللي قالت لنا إياه يعني جد بضل أبكي يعني أكثر من ساعتين 3. Since last year, food rations have been cut in half. Instead of attending school, Hala has to work to help the family survive. أشوف نمر هيك شو بيعمل ويعني هيك بيهتم وشي تعلمت من نمر. Kamal, the eldest in the family, is also the most dependent. He is deeply traumatized from watching his mother die in Syria. أنا ما بتخيل بس هو بيتخيل. هو يعني بيتخيل إنه بيتجوز وبصير عنده أولاد وقلت لك بسميه حميدة وعبي وحسب ما بده هو، بس أنا ما بتخيل لا. يعني أخته هيك يعني أحس حالي أخته أكبر منه أنا. 1 year on, their struggle continues, with no end in sight to the Syrian conflict. Their childhood passes them by. بقدر عليه عبي أعمله يعني أكثر ما من هيك ما فيني أعمل يعني بكرة بس يكبروا بده يصيروا مثلي وأضرب من حكايتي لا متعلمين ولا بيعرفوا يعملوا شغلي ولا كذا ولا أبدا يعني بدي يضيعوا وإن شاء الله يعني أنا ما بخايف يفوت من إجري يا عيوني يا حبيبي لا 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 لا